السلام عليكم. القتل خارج القانون والتهجير القسري، تجنيد الأطفال والإخفاء القسري، التعذيب وقمع حرية التعبير، وقف ميزانيات الصحة وتعطيل المؤسسات الصحية والمستشفيات، هذه عناوين المأساة اليمنية التي جاءت بعض تفاصيلها في مؤتمر صحفي للحكومة في القاهرة. المؤتمر الصحفي الذي سرد تفاصيل ومعلومات ليست صادرة عنه، لكنها صادرة عن مؤسسات وبرامج وهيئات إنسانية وإغاثية مستقلة. وزراء الحكومة استعرضوا الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون على أيدي الميليشيا الانقلابية التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. قدم الوزير الأصبحي جملة من الانتهاكات، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات المختلفة ما بين قتل واعتقال وحالة خطيرة لتجنيد العديد من الأطفال والكثير من حالات التهجير القسري، وأن أكثر المحافظات التي تعرضت للتهجير هي صعدة، فيما احتلت تعز الصدارة في حالة التعرض للقتل خارج نطاق القانون. من جانبه تحدث وزير الإدارة المحلي عبد الرقيب فتح عن ملف الإغاثة، حيث يحتاج 21 مليون يمني للرعاية وهم 82% من السكان. وتحدث عن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتوقف العديد من المرافق الصحية وحرمان عدد من الأطفال من التعليم ومعاناة اللاجئين أيضا. المؤتمر الصحفي سلط الضوء على ملفين هما ملف الانتهاكات والإغاثة، حيث تم تقديم صورة إجمالية لعدد الانتهاكات التي تمت من قبل الانقلاب. أما وزير الصحة هو الآخر فقد أشار إلى أن الميليشيا أوقفت ميزانيات الصحة للمحافظات من البنك المركزي، وتم وقف العمل في 600 مستشفى جراء الحرب في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، حول انتهاكات تحالف الانقلاب كما جاء في المؤتمر الصحفي للحكومة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا، أهلا ومشاهدين. أهلا بك. بالطبع يعني الانتهاكات لا تتوقف ولن تتوقف طالما والميليشيا هي التي ما زالت متحكمة بالمسار على الأرض. دعنا بداية أستاذ محمد قبل الخوض في هذه العديد من الأرقام التي تم رصدها اليوم، نذهب وإياك والسادة المشاهدين أيضا لمشاهدة هذا التقرير. الحرب مستمرة والانتهاكات لا تتوقف، هذه هي المعادلة في اليمن في ظل سلطة الانقلابيين. هناك 72355 حالة انتهاك. في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة اليوم بالقاهرة، كشف وزير حقوق الإنسان عن أرقام وتفاصيل الانتهاكات التي بلغت أكثر من 72000 انتهاك خلال النصف الأول من العام 2016. تنوعت تلك الانتهاكات بين القتل خارج القانون والاختطاف، أما التعذيب داخل السجون فقد قال الأصبحي إنها سجلت نسبة من أعلى نسب التعذيب في المنطقة، وكشف عن أن هناك 8 سجون معلومة في صنعاء تمارس التعذيب ضد المختطفين المدنيين. أبرز أرقام تلك الانتهاكات كانت كالتالي: 1146 حالة قتل خارج القانون، منهم 373 طفلا، و 3380 حالة اختطاف موثق، و 71 حالة تعذيب داخل السجون. كما تم توثيق 4444 حالة إصابة موثقة، و 2521 حالة تهجير قسري، وتوثيق 4810 حالات تجنيد للأطفال. انتهاكات بالجملة ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لم تستثني أحدا منذ أعلن الانقلابيون حربهم على اليمنيين قبل عامين. على المستوى الإنساني، أعلن رئيس لجنة الإغاثة عن إحصائيات الوضع الإنساني في اليمن والمستندة إلى تقارير المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة، وتؤكد هذه التقارير أن 21 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية كاملة، و14 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 7 ملايين في حالة خطر عاجل. رئيس اللجنة الإغاثية عبد الرقيب فتح قال إن هناك قصورا في المستوى الإغاثي من قبل المنظمات الدولية والدول المعنية بالشأن اليمني، باستثناء ما تقدمه الجمعيات والمؤسسات الإغاثية في دول الخليج، وعلى رأسها مركز الملك سلمان الذي نفذ مشاريع إغاثية بأكثر من 220 مليون دولار. كل تلك الجهود لم تصنع فارقا كبيرا بالنظر إلى حجم الكارثة الهائل في اليمن،
والتي تزداد رقعتها اتساعا يوما بعد يوم، لا سيما في ظل مراوحة الوضع الإنساني والعسكري على ما هو عليه. فلا مؤشرات واضحة على الحسم العسكري ولا آمال يمكن التعليق عليها في نزه الجولات التفاوضية، ويبقى المواطن اليمني رهن الحسابات الإقليمية والدولية المعقدة والتي لا تبدو لصالح هذا المواطن المتطلع لدولة القانون والمساواة. مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة، أرحب بضيفي مرة أخرى الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. مجمل هذه الانتهاكات 27,000 حالة، رقم مفزع، خاصة حين نعلم أنه في النصف الأول فقط من عام 2016. كيف تقرأ هذا الرقم بداية؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين الأعزاء ولقناة بلقيس على اهتمامها الدائم بقضايا حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن. أولا للتصحيح فقط، 72,000 حالة انتهاك رصدها. نعم، 72,000 حسب الوزير حقوق الإنسان. طبعا في البداية أولا تقدر الإشارة إلى ضرورة الإشادة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة، هو خطوة جيدة وأتمنى أن تستمر المؤتمرات الصحفية لوزير حقوق الإنسان وأيضا الوزراء المعنيين بالخدمات الإنسانية والخدمات الضرورية، ليس فقط في المنطقة العربية ولكن أيضا حتى في السفارات اليمنية في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. بين فترة وأخرى يفترض إقامة مؤتمرات صحفية للحديث عن القضايا الإنسانية والانتهاكات الحقوقية التي تطال المجتمع اليمني من قبل تحالف ميليشيا تحالف الانقلاب في اليمن، من أجل إيضاح الصورة، إجلاء الصورة المشوشة لدى الكثير من المنظمات الخارجية أو حتى الرأي العام الدولي أحيانا إزاء الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن، ومحاولة المساواة بين كما يعني تشير بعض التقارير بين الجلاد والضحية فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. إذن المؤتمر الصحفي خطوة جيدة تستحق الإشادة ويجب ألا تتوقف وأن تستمر وبزخم أكبر وباستمرار، يعني بين فترة وأخرى يتم عقد مؤتمرات صحفية، ويدعى إليها أيضا ناشطي حقوق الإنسان في المجتمعات الأوروبية والغرب، ويتم تقديم تقارير موثقة تشرح الحالة الإنسانية، ويتم أيضا إيضاح طبيعة الصراع في اليمن. يعني ليس المسألة فقط صراع يعني نزاع مسلح أو صراع سياسي مجرد، لا، هناك إشكاليات كثيرة، يعني هناك نضال طويل وممتد للشعب اليمني إزاء مجموعة يعني سلالية اختطفت اليوم الدولة بالتواطؤ مع النظام السابق، وكان لها تاريخ حافل بانتهاكات حقوق الإنسان تجاه اليمنيين وسحق الكرامة الإنسانية. نعم، وبالتالي ليست المسألة نزاع مؤقت انفجر فجأة في اليمن، ولكن هناك امتداد تاريخي له أيضا أبعاد ثقافية، ويتم توظيف الكثير من الأدوات الطائفية الآن في هذا الصراع الذي تستخدم فيه هذه المجموعة إمكانية الدولة لقمع اليمنيين، كما شاهدنا حالة التنكيل بالمجتمع اليمني على النحو المفزع. نعم، الذي تتحدث عنه يعني الأرقام. هذه الأرقام التي ذكرت في المؤتمر الصحفي كانت دقيقة وتفصيلية للكثير من حالات الانتهاكات. هل يمكن أن نقول أن هذا التوثيق قد يكون مدخلا للعدالة يوما ما؟ أعتقد أنه من السابق لأوان اليوم أن نتحدث عن مسألة يعني ما الذي ستسفر عنه هذه الأرقام، أو يعني ما الذي يمكن أن يمكن أن تقدمه هذه التقارير للضحايا أو للمجتمع اليمني. يجب أن يستمر النضال في طريق استعادة الدولة المختطفة في اليمن، وأن نراهن بالفعل على تحقيق العدالة يوما ما. بالتأكيد لابد أنها ستأتي العدالة عندما يتم استعادة الدولة ويتم تفعيل منظومة العدالة في البلاد التي غيبت الآن والتي اختطفت ضمن البلد المختطف برمته بأيدي هذه الميليشيات. اليوم نتحدث مرة أخرى عن الانتهاكات وعن قضايا حقوق الإنسان وعن الأرقام المفزعة لهذه الانتهاكات، فيحضر أيضا الحديث عن سجل حافل
من الانتهاكات لطرفي الانقلاب في اليمن، طرف ميليشيات الحوثيين كما أشرت في بداية الحديث عن تاريخ ممتد من جرائم سحق الكرامة الإنسانية، وعن النظام السابق أيضا الذي مارس شتى انتهاكات حقوق الإنسان في حق اليمنيين. اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم أيضا معنا في هذه الحلقة الأستاذ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان من القاهرة. مساء الخير أستاذ عز الدين. نعم مساء النور، أهلا بك. أهلا بك أستاذ عز. في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم أشرتم في الأرقام التي أوردتموها في هذا المؤتمر إلى أن هناك أنها أتت من قبل مؤسسات مستقلة إنسانية، هل حدثتنا عن أبرز هذه المؤسسات التي تم الاعتماد عليها؟ فيما يخص القضايا الإنسانية والإغاثية تم التواصل والاعتماد على الأرقام التي جاءت أيضا من منظمات للأمم المتحدة، رغم كل الملاحظات التي طرحت من قبلنا ومن قبل بعض الجهات الوطنية والجهات الدولية، لكننا أيضا اعتمدنا على أرقام وردت من قبل منظمات الأمم المتحدة نفسها، وهي أرقام مفجعة كما رأيتم خاصة في الجانب الإنساني. في الجانب الحقوقي لدينا ثلاثة مستويات في تجميع المعلومات وتدقيقها بشكل منهجي. المسار الأول هو باحثين وراصدين يتبعون الجهات الرسمية سواء الحكومية أو اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والمسار الثاني هو منظمات المجتمع المدني التي تعمل على الأرض بشكل لصيق، والمسار الثالث هو المسار الإعلاني، ولكن أيضا تخضع هذه الأرقام لنوع من المقاربة بحيث أنها تكون أكثر واقعية في هذا الأمر. هذه الأرقام المفزعة التي جاء بها المؤتمر الصحفي أستاذ عز، يعني إلى ماذا ستسفر مستقبلا؟ ما المرحلة التي تلي مرحلة التوثيق والرصد؟ هو عموما يعني كما معروف في قضايا حقوق الإنسان ومسألة المتابعة، نحن أولا في مرحلة حرب الآن. يعني والحرب هي أكثر عملية انتهاك حقيقية وملهجة وعلنية في اتجاه المدنيين واتجاه الوطن ومؤسساته، وبالتالي لا تحتاج إلى أدلة سواء للضحايا أو للمجتمع الدولي حتى نقنعهم بما يجري، لكن أيضا بعد ذلك الأمور ستسير حتما نحو العمل المؤسسي. الهيئة الوطنية واللجنة الوطنية المستقلة يجب أن تقوم بالتحقيق ثم تكون الجهات العدلية على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي بعد ذلك في حالة عدم وجود إنصاف وتحقيق للعدالة، لأن المبدأ الأساسي الذي يركز عليه الأمر لأنه لا يجب أبدا الإفلات من العقاب، واليمن بالمناسبة موقع على اتفاقية لعدم إسقاط الجرائم بالتقادم، وبالتالي نحن ملزمون في مسألة المتابعة، وأتكلم بناحية بما أقصد المؤسسات الرسمية وليس بأشخاصنا، ولكن المؤسسات عليها أن توثق هذه الأمور والأدلة وتعمل على إنصاف الضحايا، إما عبر بعد ذلك سياسة متفق عليها في العدالة الانتقالية أو في مسألة تحقيق الإنصاف وجبر الضرر، وهي سياسات معروفة في هذا الأمر، لكن المرحلة الأساسية الأولى تأتي عبر الرصد والتوثيق والتحقيق حول هذه القضايا المشتركة، ثم المسار الخطوة الأخرى بعد ذلك تحقيق العدل والإنصاف سواء عبر مؤسسات وطنية أو دولية. نعم أستاذ عز، ما مدى يعني تأثير نشر مثل هذه الأرقام، خاصة ونحن نتحدث عن أرقام كبيرة حدثت في النصف الأول فقط من 2016، ما يعني ما مدى تأثيرها على مستوى مجلس يعني حقوق الإنسان، مجلس الأمن أيضا، على مستوى المنظمات الدولية المتابعة لمثل هذه الحالة؟ يعني على يجب أن نصدم العالم وليصحى ضميره ويكون هناك موقفا دوليا يتفق وحجم الكارثة التي تعيشها اليمن. حتى الآن للأسف الشديد ليس هناك تناسب للموقف الدولي في الضمير العالمي حول الجريمة التي يعاني منها الشعب اليمني للأسف من قبل هذه الميليشيات الإنقلابية، لكن هذا لا يجب أن يحبطنا أبدا. يجب أن ندرك أن القضايا العادلة يعني غالبا ما لا تقي الإنصاف، ولكن بالأخير لابد من إحقاق الحق ولا يسقط حق وراءه مطالب. الآن في شهر سبتمبر القادم لدينا يعني أحداث كثيرة وهامة على الصعيد الدولي، لدينا اجتماعات نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والملف اليمني حاضر بقوة، سيكون هناك مشاركة يمنية عالية المستوى على مستوى فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ولدينا في جنيف في الأمم المتحدة الدورة 33 لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان يضع اليمن ضمن الملفات الساخنة والهامة،
وسيكون هناك تقرير وتوصيات حول اليمن كما هو متعارف عليه في نهاية سبتمبر. هذه التقارير والحضور القوي للمجتمع المدني وللضحايا وللشهود على الأقل ليس فقط تكشف حجم الجريمة التي ارتكبت على شعبنا، ولكن أيضا تشهد همام المجتمع الدولي ليعود إلى صوابه وينصف الناس ويقف مع الحق ومع الضمير ومع القيم الإنسانية التي شرع لها. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ محمد تعقيبا على ما تفضل به وزير حقوق الإنسان عن مدى أهمية وجود هذه الأرقام أمام المجتمع الدولي، خاصة ونحن مقبلون على الكثير من التحركات في شهر سبتمبر للضغط في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان. يعني في الحقيقة هذه الأرقام مهمة، ولكن أيضا مهم جدا بالنسبة للعمل على آليات الأمم المتحدة، خصوصا الاستعراض الدوري الشامل الذي أشار إليه الأستاذ وزير حقوق الإنسان، مشكورا أيضا على جهوده الكبيرة في التعريف بمعاناة اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ميليشيات تحالف الإنقلاب. ولكن من الأهمية بمكان أيضا معرفة منهجية عمل هذه المؤسسات الدولية، ويعني ومعرفة أيضا اتجاهات الرأي العام الدولي، وتقديم يعني ووضع خطة واضحة لتعريف المجتمع الدولي بمعاناة اليمنيين. هناك حرب واضحة من طرف واحد يشنها ضد المجتمع اليمني، هذا الطرف هو تحالف ميليشيات الانقلاب الذي اختار سلوك الحرب في الوقت الذي كان اليمنيون يتهيئون لإنجاز دستور يمني ودولة اتحادية من أقاليم، ويتهيئون أيضا لبناء إعادة بناء الدولة، ولي يعني في إطار توافق وحوار دام لعدة أشهر برعاية الأمم المتحدة. ومع ذلك هذا الطرف الانقلابي الميليشاوي نسف بكل هذه الاعتبارات عرض الحائط وذهب إلى خيار الحرب. وبالتالي يجب أن يكون واضح في شغل العمل الملف الحقوقي والإنساني أن هناك طرفا واضحا اختار طريق الحرب ضد المجتمع اليمني، واختطف الدولة واتخذ من المجتمع اليمني ومن الدولة رهينة للمقايضة على بقائه كسلطة أمر واقع. يجب أيضا أن يكون أن نرفض يعني كحكومة شرعية أو كمجتمع يمني يعاني ويلات انتهاكات تحالف الانقلاب أن نرفض محاولة الحديث عن انتهاكات من كل الأطراف، لأن هذا تمييع في الحقيقة للوضع المأساوي لليمنيين والانتهاكات حقوق الإنسان. هناك طرف مارس الحرب وبالتالي هو الذي يرتكب هذه الانتهاكات، يعني ألا يجدر أيضا الحديث عن جميع الانتهاكات بحد لا بأس أن نتحدث عن جميع الانتهاكات، ولكن ليس في سياق خلط الأوراق لمحاولة تمييع الانتهاكات ووضع الكل في سلة واحدة. هناك انتهاكات وحرب شنها طرف ميليشاوي اختار سلوك الحرب في الوقت الذي كما أشرت كان اليمنيون كلهم يتهيئون لخطوات عملية انتقال سلمي للسلطة والتحول الديمقراطي في البلد. وبالتالي هذا الطرف عندما نتحدث عن انتهاكاته لحقوق الإنسان لا يجوز أن نقايض على هذه الانتهاكات بانتهاكات أو أخطاء تحدث من أطراف أخرى، كما لا يجوز الخلط بين جرائم تحالف الانقلاب وأخطاء التحالف العربي في سياق الصراع السياسي. يعني عندما نتحدث عن معاناة في الجانب الحقوقي كل يوم يشهد اليمنيون جريمة جديدة تضاف إلى سجل تحالف الانقلاب، أو يتذكرون مأساة سابقة خلال عامين، كل يوم يتذكر اليمنيون واحدة من مآسيهم، إما مجزرة مروعة أو تفجير لغم أو اعتقالات. في طريقي اليوم إلى الاستوديو يتم اختطاف أحد أساتذة الجامعات الدكتور يعني يحيى عبد الرقيب الجبيحي بعد أسبوع على اختطاف نجلة. قبل أمس يتم إغلاق قناة السعيدة الصوت المستقل الوحيد في اليمن الذي يحسب على المستقل. يعني هناك فرض لواقع أحادي في اليمن قررت الميليشيات الإنقلابية السير في هذا الطريق. وبالتالي أنا أقصد عندما نتحدث عن جهود للحكومة اليمنية في إيضاح حقائق انتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن نضع في الاعتبار عدة قضايا ومحددات رئيسية. أن نرفض رفضا قاطعا الخلط في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان من كل الأطراف. هناك طرف هو الذي اختار سلوك الحرب، وهو بالتالي يتحمل جزء من المسؤولية حتى من
أخطاء الأطراف الأخرى، لأن الأطراف الأخرى في حالة دفاع مشروع عن النفس، وأقصد تحديدا هنا الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني في حالة دفاع مشروع عن النفس، وبالتالي حتى الانتهاكات أو الأخطاء والتجاوزات التي تحدث من الطرف الآخر نعم لا يجوز السكوت عليها، نعم يجب محاسبة الفاعلين، ولكن أيضا يتحمل مسؤولية، جزء من المسؤولية على الأقل عن هذه الانتهاكات هو التحالف ميليشيات الانقلاب الذي اختار سلوك الحرب وبالتالي أقحم اليمنيين في حالة من الفوضى وغياب الدولة وغياب منظومة العدالة في البلاد والوضع المأساوي في شتى مجالات الحياة التي نعيشها اليوم. إذن يعني عندما نتحدث عن فعاليات قادمة على مستوى الأمم المتحدة يجب أن يكون هناك أيضا مجموعة من المحددات عند وضع التقارير أو المداخلات أو النقاشات. يجب أيضا على الحكومة الشرعية أن يكون لديها طيف واسع من الناشطين، يعني يجب على الحكومة الشرعية أيضا محاولة كسب ثقة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة لها للنزول الميداني إلى مناطق سيطرة الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني والحكومة الشرعية وإطلاعها على حالة حقوق الإنسان في هذه المناطق، وعلى أيضا حجم الدمار الهائل الذي خلفته ميليشيات تحالف الانقلاب في حربها وعدوانها على هذه المناطق، وأيضا الاستماع إلى الضحايا وإلى أسر الضحايا، وهذه مهمة جدا في يعني على صعيد الحصول إيصال الرسالة بشكل أقوى، والحصول على ثقة المنظمات الدولية لمساندة جهود الحكومة الشرعية أيضا في إيصال صوت اليمنيين إلى المجتمع الدولي وبالتالي الضغط في هذا السياق. نعم، إذن اسمح لنا أيضا أستاذ محمد أن ينضم معنا الأستاذ أبو بكر باذي مدير المركز الإعلامي بالقاهرة. مساء الخير أستاذ أبو بكر. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ أبو بكر، يعني المؤتمر الذي كان اليوم والذي خصص للحديث عن مجمل من الانتهاكات، كيف تتحدث عنه؟ والله أنا أعتقد يعني قبل أن أتحدث عن ما تم في المؤتمر، أنا أعتقد أن المؤتمر اليوم كان من أهم المؤتمرات التي عقدتها الحكومة فيما يتعلق بالجانب الإغاثي وفيما يتعلق بجانب حقوق الإنسان. نعم. لأنه باختصار شديد في القاهرة تستطيع أن تحشد عدد كبير جدا من وسائل الإعلام المختلفة العالمية التي تستطيع أنها تطلع على الحقيقة التي تقدمها الشرعية، لأنه في كثير من الأحيان وسائل الإعلام يكون لديها طرف واحد أو يعني تكون أحيانا لا ترأي كثير من التفاصيل التي تشمل كل المعلومات الحقيقية على أرض الواقع. فأهمية وجود هذا المؤتمر الصحفي للحكومة من القاهرة هذه نقطة مهمة جدا، لأنه كان في عدد كبير جدا من وسائل الإعلام الأجنبية تحديدا. نعم أستاذ أبو بكر، يعني مثل يعني أنت تحدثت أنه هذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التي قامت به الحكومة، ما الذي يشكله يعني إقامة مثل هذه المؤتمرات، خاصة يعني ونحن مقبلون في سبتمبر القادم على جلسات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف؟ نعم، حرص الوزراء اليوم أن يقدموا أرقام دقيقة لحوادث انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى المدنيين وعلى مستوى الإعلاميين وعلى مستوى وسائل الإعلام المختلفة، على المنشآت الطبية المختلفة، المعاناة الإنسانية، المعاناة الطبية، حالة الفقر الشديد، حالة العوز الشديد، حالة الانعدام الغذائي الدوائي الطبي الكبير. هذه المعلومات الدقيقة التي حاولت الحكومة عبر يعني وسائل حصر مختلفة أن تقدمها لوسائل الإعلام كانت بالنسبة لوسائل الإعلام جديدة، كانت بالنسبة لوسائل الإعلام معلومات مهمة. وسرعان ما تم تناقلها بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن دائما يعني ننتقد في يعني أو ننتقد أو تنتقد الحكومة بشكل فيما يتعلق منها لا توفر المعلومات، لا توفر الأرقام الدقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان. اليوم كان المؤتمر واضح إلى حد كبير، كان شفاف إلى حد كبير، تناول كثير من التفاصيل، تناول حقيقة انتهاكات الحوثيين للإعلام، للمدنيين، للمنشآت الطبية، لعدم دخول الغذاء للمدن، لحصار المدنيين. هذه المعلومات كلها مهمة أن تطلع للعالم كله، مهمة أن تتبلور بشكل حقيقي وتقدم للإعلام بهذا الشكل. والإعلام هو يعني حر في مهنيته، حر في حياديته إذا صح التعبير في تناوله بهذا الشكل، لكن على الحكومة أن تحرص على تقديم المزيد من هذه الأرقام بدقة، لأن واحد زائد واحد يساوي اثنين. نعم. بالتالي أنا لما أقدم الرقم الدقيق لعصابة أو ميليشيا ترزح عاصمة اليمنيين تحت حكمهم العنيف والمتطرف، لابد أن أظهر للعالم كله خصوصا الإعلام الغربي حقيقة هذه الأرقام، خصوصا الذي
يحاول قدر الامكان خلط الاوراق، يعني الذي يعتقد مثلا عند هذه النقطه استاذ ابو بكر، يعني في مساله خلط الاوراق التي دائما ما تحدث من قبل الميليشيا، وكونك مديرا لمركز اعلامي، ما هو دور الاعلام في هذه النقطه من الاستفاده من الارقام التي قيلت اليوم في المؤتمر وترجمتها الى مجموعه من اللغات حتى تصل الى اكبر عدد من المنظمات المهتمه بحقوق الانسان؟ نعم، طب بطبيعه الحال التقارير جاءت باللغه العربيه، احنا نحرص بشكل او باخر في المركز الاعلامي رغم شحه الامكانيات نحن نصدر نشره يوميه توزع عبر البريد الالكتروني وتوزع عبر بعض التطبيقات الخاصه بالهاتف الذكي، تمام، موزعها لمعظم وسائل الاعلام الموجوده في مصر وعددها كبير جدا. يعني اليوم احنا وجهنا دعوات لاكثر تخيلي من 800 جهه مؤسسه وصحفي ومراسل من المصريين والاجانب والعرب المقيمين في مصر. اليوم حضر ما يقل عن 130 مؤسسه صحفيه، نعم، اعضاء يعني ثلثينها من المؤسسات الاجنبيه التي حضروا. هذه المعلومات مهمه ان تعطى في اطار، يعني الناس مش عايزه يعني الكلام الكثير ما يناسبهاش، لكن لما تعطيهم مجموعه جرعات مباشره بالارقام بالاحصائيات هذه مهمه، ولكن استمراريه هذه الارقام، استمراريه يعني عمل الابديت زي ما بيقولوا او التجديد لهذه الارقام وترجمتها للغات مختلفه واعطائها لهذه وسائل الاعلام المختلفه، هذا جزء من المهمه. واليوم عدد كبير من وكالات الانباء الصينيه واليابانيه والاسبانيه والايطاليه، عدد كبير من وكالات الانباء الذي لديهم مراسلين يتحدثون العربيه في القاهره، وبالتالي هم يترجمون مثل هذه المواد، وهم يعني هذا جزء من توفير الجهد التي يمكن ان يبذل، ولكنه لا يغني بطبيعه الحال عن ترجمه مثل هذه الارقام وهذه التقارير وارسالها او يعني استهداف منظمات المجتمع المدني الدوليه ومنظمات الدولية، وبالتالي أنت توصل لهم الرسالة التي هم يغفلون عنها أو لا يجدوا من يقدمها لهم، أو في كثير من الأحيان كما ذكر اليوم المؤتمر الصحفي أن في كثير من الأحيان في نوع من المحاباة أو عدم يعني وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالانتهاكات المباشرة التي يقوم بها الميليشيات الحوثية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أبو بكر باذيب مدير المركز الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذا أستاذنك أستاذ محمد أنت أستاذ المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد، ودت التعقيب على حديث الأستاذ أبو بكر، تفضل. في الحقيقة طبعا يعني هو أحب أن أشير إلى أنه كثير من ممثلي الملحقيات الثقافية والإعلامية والمراكز الإعلامية اليمنية في الخارج أو العاملين حتى في السلك الدبلوماسي ربما أيضا يعني وقعوا ضحية تضليل الميليشيات الانقلاب في اليمن حول ما يحدث بالضبط، الذين هذه الميليشيات التي ربما نجحت إلى حد ما في إيغار صدور اليمنيين تجاه السعودية، وبالتالي نجحت في خلط أوراق مسألة حقوق الإنسان والوضع الإنساني والسبب حتى أن بعضهم يظن أن ما في اليمن هو مجرد ضربات التحالف بالضبط، بينما في الحقيقة هناك إشكاليات يعني حقيقية أنه في يعني هناك عجز في إيصال الصورة الحقيقية ليس فقط للرأي العام الدولي ولكن أيضا حتى لممثلي اليمن ولل يعني الملحقيات الإعلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي حتى في الخارج لإجلاء الصورة أمامهم عن حقيقة الوضع في اليمن وكيفية التعاطي مع هذه الإشكالية ومخاطر أيضا التسليم بالوضع الراهن، اختطاف الدولة بيد ميليشيات انقلابية يعني لها تاريخ ممتد من القمع وسحق الكرامة الإنسانية في اليمن، وبالتالي هذه أول خطوة أولا في على مستوى محاولة تغيير الصورة المغلوطة عن أو ربما يعني غير الواضحة لدى المجتمع أو الرأي العام الدولي أو الخارجي، هذه نقطة مهمة. أيضا هناك ملاحظة مهمة في سياق الحديث عن جهود الحكومة الشرعية على ملف حقوق الإنسان أو حتى المنظمات اليمنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أن تحرص دائما أن يكون الشهود حضور في هذه الفعاليات، يعني
أنا من خلال تجربتي في العمل الحقوقي في اليمن، عندما كنا نقيم فعاليات كان لابد أن يكون نحرص على استدعاء شهود، حتى يعني من وقع عليه ظلم، وخاصة شهود الضحايا نعم. وأقارب الضحايا بالذات، وهؤلاء أهم الأشخاص الذين لكن يستطيعون. لكن ألا تجد أنها صعوبة خروج هؤلاء يعني من وقع عليهم هذا الانتهاك، يعني ربما خاصة هناك في هذه صعوبات الأوضاع. ولكن يجب أن نفكر أو يجب أن تكون هذه الفكرة حاضرة لدى الحكومة الشرعية، أن تعمل بقدر الاستطاعة لاستدعاء شهود من الضحايا وذوي الضحايا الذين وقع عليهم الظلم والانتهاك. حتى ممكن عمل أفلام يعني وعرضها. نعم أفلام، ولكن مهم أيضا أن يكون الشهود حاضرون في هذه الفعاليات وبشكل دائم ومستمر، ليس فقط هناك شهود كثير ضحايا، سواء أطفال ضحايا الألغام أو القصف العشوائي أو الناجون أيضا من جرائم ومجازر ميليشيا تحالف الإنقلاب، يمكن أن يكونوا شهود جيدين ليرووا حكايات مؤلمة ومآسي فظيعة عاشوها في ظل سلطة تحالف ميليشيا الإنقلاب في اليمن، وينقلوا هذه الرواية وهذه المآسي إلى الرأي العام الخارجي. وأرجو أن تكون هذه الأمور حاضرة بقوة أثناء العمل على الملف الحقوقي. نعم، لو تحدثنا عن يعني أبرز ربما أو من أخذت مراتب أولى في الانتهاكات صعدة للتهجير القسري، ثم نتحدث عن تعز بداية من صعدة تهجير قسري، صعدة محافظة مغيبة تماما بيد الميليشيا سيطرة تامة عليها، لا إعلام لا أحد يستطيع التوصل لحقيقة ما يجري في صعدة، يعني حتى وهم يتباكون من ضربات التحالف لم نستطع الحصول على أي تصوير أو توثيق لما يحدث في صعدة التي دمرت بشكل يعني مختلف عن بقية المحافظات. فعلا محافظة صعدة يعني ظلمت ربما مرتين، يعني أولا في ظل النظام أثناء وجود الدولة يعني قبل اختطافها وقبل الانقلاب، عندما قبلت الدولة وقبل المجتمع اليمني واليمنيين والنخب أن تظل مغيبة ومختطفة وواقعة في ظل حصار خانق عليها من الإعلام الخارجي، الإعلام الذي لا يمكن إلا أن يمر عبر بوابة الميليشيات، هي التي يعني تحدد فقط ما الذي ينقله الإعلام من يعني أوضاع هذه المحافظة، كان يتم رسم صورة بانورامية جميلة عن محافظة صعدة من خلال يعني إعلام ميليشيا جماعة الحوثي قبل الانقلاب، وبالتالي هذه الصورة يعني أبناء صعدة في الحقيقة هم أكثر اليمنيين الذين دفعوا فاتورة ظلم وغطرست هذه الميليشيات منذ وقت مبكر، وكان يعني تعد المحافظة الأولى في التهجير القسري، في التهجير القسري يعني ليس فقط من الآن ولكن حتى من قبل، يعني كان يتم إجبار الناس الذين يهربون من جحيم الحروب في صعدة على وخاصة الذين وقفوا مع الدولة ومع الجيش اليمني إبان حكم صالح، يتم يعني تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم ثم توقيعهم على أوراق بهدر دمائهم في حال عودتهم إلى صعدة، وهذه حوادث وثقتها العديد من المنظمات بما فيها مثلا منظمة مؤسسة وثاق أو منظمة وثاق التي اشتغلت على قضايا انتهاكات في صعدة وفي حجة، وبالتالي كان هناك صورة مصغرة فقط لحجم الظلم والقمع الوحشي الذي تمارسه ميليشيات تحالف الانقلاب في ظل تكتيم وفرض حصار على الإعلام لهذا الوضع في صعدة، تم نقل هذه الصورة وتكبيرها لتشمل الخارطة الجغرافية اليمنية كلها في صنعاء وفي ذمار وفي إب وتاليا في تعز، وإن بدرجة أقل بحكم أنها لم تتمكن من السيطرة على تعز. إذن يعني صعدة كان لها حظ وافر من جرائم الميليشيات الحوثيين منذ وقت مبكر، هذه الجرائم تزامنت أيضا مع حصار مفروض على المحافظة ومنع وصول أي إعلام محايد أو مستقل لهذه المحافظة. ربما أنا واحد من الذين كان لهم تجربة معينة في الوصول إلى صعدة ونقل معاناة المحاصرين في دماج في فترة معينة مع مجموعة من الإعلاميين، وصدرت كاميراتنا وتم يعني التحقيق معنا لماذا قمتم بتصوير آثار الحصار في دماج. هذه هي الصورة التي كانت في صعدة فقط وتم تعميمها في أكثر من مكان، وبنفس النمط
القمعي الكهنوتي المخيف. نعم. إذن ننتقل أيضا إلى تعز نتحدث عنها التي حصدت المرتبة الأولى أيضا، ولكن في ملف الانتهاكات خصوصا فيما يتعلق بالقتل خارج القانون. وقبل أن أتحدث معك في هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الجبري رئيس تكتل جميعنا تعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور أستاذ. أستاذ إبراهيم، لو انطلقنا من المؤتمر الصحفي اليوم حيث يعني كانت تعز تصدرت ملف الانتهاكات في المرتبة الأولى وخاصة فيما يتعلق بالقتل خارج القانون، كيف تتحدث عن يعني الانتهاكات التي تصيب تعز؟ أستاذ إبراهيم، ما أريد أن أقوله أن تعز لا زالت تعيش وضع مأساوي بالغ السوء. نعم. سمعينا؟ أسمعك، نعم. رغم الانفتاح في المنفذ الغربي والانفراج الجزئي للمدينة، إلا أن تعز لا زالت تعيش المأساة، تعيش المعاناة والحصار. وكنا نتوقع أنه بعد الانفراج الجزئي للمدينة أن تتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات الصحية سواء من الحكومة أو من مركز الملك سلمان وجميع المنظمات الإنسانية. نعم. لا توجد جهود إغاثية فعلية، يعني ما هي أبرز الجهود التي لمستموها من هذه المنظمات التي تتحدث عنها؟ لا يوجد إلى اليوم، ورغم الانفراج الجزئي مثل ما قلت دخول مساعدات، رغم النداءات الاستغاثة من السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية بعد كسر الحصار الجزئي على المدينة. وهنا نستغرب لماذا تعز يعني بعد عام من الحصار، بعد عام ونصف من الحصار والحرب على المدينة والمواطن لا زال في أمس الحاجة. نعم. إذا ما الذي قدمتموه أنتم تكتل جميعنا تعز في هذه النقطة؟ كل جهود أعتقد المبادرات والتكتلات مهما كانت على الأرض إلا أنها لا تفي الاحتياجات الكثيرة. تعز تعاني من وضع يعني وضع متدهور في الجانب الصحي، في الجانب الغذائي، في الجانب البيئي. نحن أعتقد عبر قناتكم نناشد كل المنظمات الإنسانية، نناشد الأمم المتحدة، الملك سلمان، مركز منظمة الهلال الأحمر الإماراتي أن يلتفتوا إلى وضع المدينة الذي يزداد كل يوم سوء. نعم. أستاذ إبراهيم، يعني الوضع الصحي أيضا بالغ السوء، هناك حالات حمضانة كما جاء في مداخلة وزير الصحة، كيف تتحدث عن الوضع الصحي هناك؟ صحيح. الآن هذه الشهور هذه هي شهور ما يسمى بالحميات. أغلب أو كثير من المحاليل الخاصة بأمراض الضنك، الملاريا، لا تتوفر داخل المدينة. كما قلت يعني رغم أنه المنفذ الغربي يعني في انفراج جزئي للمدينة، إلا أن لا يوجد أي مساعدات خاصة في الجانب الصحي والغذائي. لماذا برأيك أستاذ إبراهيم؟ هل تم التواصل معهم؟ هل حاولتم إيصال صوتكم؟ أعتقد أنه هناك منظمات كثيرة ناشدت مركز الملك سلمان وأيضا السلطات المحلية، ناشدوا كثير من المنظمات الدولية، إلا أنه لا ندري لماذا تعز رغم عام ونصف من الحصار، رغم التضحيات الكبيرة، رغم أن تعز تقاتل من أجل اليمن، من أجل الشرعية، إلا أنه لا ندري لماذا تعز في الخانة الأخيرة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم الجبري رئيس تكتل جميعنا تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أستاذ محمد، يعني كيف تعقب على حديث الأستاذ إبراهيم منفذ غربي به شبه انفراج كما تحدث، توقعوا أن تهل عليهم المساعدات على الأقل الطبية من قبل مركز الملك سلمان، من قبل الحكومة الشرعية، من قبل منظمة الهلال الأحمر وغيره، ولكن للأسف لا أحد يجيب
هذه الانفراج البسيطة في الحصار، يعني ما الفائدة أن نظل نتحدث عن أرقام ونحن لا نستطيع تقديم مساعدات بسيطة في حين يسمح بذلك؟ في الحقيقة أولا عندما نتحدث عن وضع تعز وعن كسر الحصار الجزئي من الجهة الغربية، يعني لا يعني نهاية المأساة في تعز، بل يعني انفراجة بسيطة في لم نستفد منها يعني في نهاية. بالضبط، للأسف أنه ربما كان هناك جهود إغاثية إلى حد ما، حتى وزير الصحة عندما تحدث عن جهود إغاثية يعني أشاد بدور مركز الملك سلمان للإغاثة، وربما هناك منظمات أخرى أيضا قطرية كان لها دور معين في الإغاثة، ولكن مهما تحدثنا عن حجم الإغاثة التي تصل إلى تعز تظل دون الحاجة المطلوبة بالفعل، إما وذلك لسبب مهم وهو تفاقم حجم المأساة بسبب استمرار الحرب من جهة، وبسبب تدمير البنية التحتية والحصار الخانق الذي طال المدينة وتداعياته، وبسبب مضاعفات أخرى كثيرة بما فيها فقدان الكثير من أبناء المدينة لأعمالهم، الجرحى الذين سواء من المدنيين أو في صفوف المقاومة، بسبب يعني حالة الاستنفار التي يعيشها أبناء تعز للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذه الميليشيات، بسبب أيضا تكلفة الحرب ومتطلباتها اليومية للمقاتلين. إذن هناك إشكالية كبيرة أنه يعني الجهود الإغاثية التي تقدم الآن في تعز لا ترقى إلى مستوى المطلوب أو الحاجة القائمة الآن. أرجو فقط التذكير هنا مرة أخرى أنه عندما نتحدث عن المأساة بشكل عام في اليمن، يعني تحضر إلى الأذهان المبررات التي كان يسوقها لنا الحوثيون وزعيم الحوثيين قبل إسقاط العاصمة صنعاء، وأنه جاء لإنقاذ اليمنيين من الفساد والفاسدين ومن الجراع ومن المآسي التي يعيشها اليمنيون. أين كان اليمنيون قبل إسقاط صنعاء وقبل الخطابات الكاذبة الرنانة التي خدع بها المغفلين من اليمنيين وبعض القطيع الذي لا زال مستمر الآن في التصفيق لهذه الخطابات؟ وأين وصل بنا الحال اليوم إلى مأساة في شتى جوانب الحياة؟ يعني لا يمكن لليمنيين من الآن وصاعدا أن يعولوا على تجار حروب وعلى مثيري فتن وعلى أدوات لمشاريع خارجية ووكلاء للخارج، مشاريع نفوذ طائفية وغيرها، أن يكونوا طوق نجاة لهم للعبور إلى مستقبل آمن ومزهر. إذن للأسف الشديد عندما نتحدث عن وضع مأساوي، يجب أن يتذكر اليمنيون أيضا المبررات الكاذبة والخادعة التي ساقها ميليشيا تحالف الانقلاب وحلفائهم في السابق، وأين وصل بنا الحال اليوم. أيضا عندما نتحدث عن تعز تحديدا وعن المأساة التي يعيشها يعني أبناء تعز، نتحدث أيضا عن البطولة الكبيرة والجديرة بالاحترام لأبناء تعز في وقف مشروع اختطاف الدولة والانقلاب على إرادة اليمنيين، وعودة إعادة اليمنيين إلى الإمامة البغيضة التي يعني امتدت نضالات اليمنيين ضدها لقرون، وانعتقوا من ربقة هذه الإمامة البغيضة، واليوم تعز تدفع ثمن هذا الموقف البطولي الشجاع والشهم. طيب أستاذ، يعني ختاما لو حدثنا عن أبرز ما يجب على الحكومة عمله، خاصة في بعد توثيق هذه الأرقام وبعد إدراك المجتمع الدولي أيضا لمدى سوء هذه الجماعة، نصف فقط عام نتحدث عن أرقام مهولة، ما الذي يجب العمل به حتى نتدارك مثل هذه الأرقام ولا تظل يعني يظل العداد في زيادة وارتفاع؟ يعني في الحقيقة أعيد وأذكر الحكومة الشرعية بضرورة أن يكون ألا تسمح الحكومة الشرعية لنفسها بالإنجرار وراء المربعات التي تنتقل إليها أو التي ينقلها إليها أو يجرها إليها تحالف ميليشيات الانقلاب سواء على المستوى السياسي أو الحقوقي. يجب أن يكون هناك خط سير واضح في الوصول إلى استعادة الدولة. يجب أن لا نسمح
ولا تسمح الحكومة اليمنية لميليشيات تحالف الانقلاب وأدواتها الإعلامية المضللة أن تخلط في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. هناك جانب أو طرف اختار طريق هذه الحرب ضد اليمنيين واختطف الدولة واتخذ اليمنيين رهينة للمقايضة على بقائه كسلطة أمر واقع أو لدعاوى إشراكه في السلطة، وبالتالي هذا الطرف هو الذي يمارس القمع والجرائم والانتهاكات ضد المجتمع اليمني ويفرض حالة من الحصار على المجتمع اليمني وعلى الرأي العام الدولي للوصول إلى الحقائق المتعلقة بهذه الانتهاكات وبهذه المآسي. يجب أن لا نسمح للخلط بهذه الأمور. أيضا يجب على الحكومة الشرعية أن تستحضر دائما وجود شهود أمام المجتمع الدولي، حتى أمام مجلس حقوق الإنسان يمكن استضافة شهود من الضحايا، سواء ضحايا ألغام الحوثيين أو القصف العشوائي. يفضل أن يكون هؤلاء الشهود من الأطفال أو النساء يتحدثون عن مأساتهم حتى تصل الرسالة. هناك أيضا العديد من الأمور التي يجب أن تضع في الاعتبار، ألا نستجيب إلى رغبات حلف الانقلاب في جرنا إلى مربع الجدل حول انتهاكات حقوق الإنسان. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في المسألة من لهذا اليوم. وشكرا أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.